لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في هذه الحصة، بعد أن رأينا في الحصة الماضية آداب زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الوقوف والمثول أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية الصلاة والسلام عليه وكيفية السلام والترضي على صاحبيه وزيارة المآثر بالمدينة المنورة، اخترت في هذه الحصة أن نتوج لكل ما قدمنا من أحكام شعائر الحج والعمرة وأحكام زيارة المدينة المنورة. اخترت اليوم أن أحدثكم عن مجالات التيسير في أداء مناسك الحج والعمرة. نعم يا إخوة الإيمان، حتى نستشعر فضل الله تعالى، فالله تعالى يعيننا على العبادات ويهدينا لها وييسرها لنا، ولولا فضله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فكل ذلك من أوجه فضل الله علينا. فانتبهوا وتأملوا معي يا ضيوف الرحمن، واعلموا أن التيسير وتجنب المشقة هو أصل ثابت في شريعتنا الغراء. لماذا أقول هذا؟ لأن بعضا من إخواننا يتصورون أنه لا يجوز في الحج إلا المشقة وإلا الإرهاق، لا يأخذون برخصة ولا يأخذون بقول أهل العلم في تيسير الشؤون والأمور على الناس، خاصة الكبار والضعفاء والمرضى، وديننا دين اليسر وديننا دين السماحة. اليسر أصل ثابت في شريعتنا الغراء، مبدأ قرآني ثابت ومبدأ نبوي أساسي. تأملوا معي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما أروع خاتمة سورة البقرة التي تبرز سماحة الإسلام ويسر الإسلام ودعوة الإسلام لكل شرائح البشر أن يقوموا بعباداتهم ومناسكهم في أحسن وأيسر السبل. تأملوا معي قول الله تعالى في موضع آخر من سورة البقرة مثلا، وهو يتحدث عن أحكام الصيام، والصيام في ظاهره عبادة شاقة، ولولا فضل الله على خلقه ما استطاع أحد أن يصوم، فصيام الصائمين آية من آيات الله. ومع ذلك يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وانظروا إلى قول الله تعالى في سورة المائدة، والله تعالى يأمر المؤمنين بالاغتسال ويأمرهم إن لم يستطيعوا أو إن لم يجدوا ماء أن يتيمموا تيسيرا منه وتخفيفا. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتأملوا معي قول الله تعالى في سورة الحج، وهو يتحدث عن أحكام الحج، ويتحدث عن شعائر الحج، ويتحدث عن كل ما يتطلبه الحج من أعمال من المؤمنين. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الآية. ولو تتبعنا كثيرا من آيات كتاب الله لوجدناها تزخر بمعاني التيسير. سقت هذه الحصة لأبين سماحة الإسلام وجواز البحث عن الرخص لأهل الأعذار وللضعفاء، ولجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب في إقامة شعائر الحج والعمرة، خاصة في هذه السنين التي تحشد فيها بفضل الله تعالى الملايين. أما من السنة النبوية المطهرة فمن ذلك ما ثبت من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، حتى إذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وأتوجه بهذه الكلمات لإخوتي وسادتي الأئمة والوعاظ والمرشدون أن يخففوا على الناس ويلتمسوا لهم الأعذار، وأن يرفقوا بالضعفاء منهم وبالكبار منهم. إذن هذه لمحة عامة عن سماحة الإسلام ودعوته إلى منهج الرفق ومنهج التيسير في كل الشرائع وفي كل الأحكام وفي كل العبادات. والآن اسمحوا لي أن آخذكم في جولة نتلمس من خلالها بعضاً من مظاهر التيسير والرفق التي جعلها الله تعالى مجالاً للرحمة بخلقه. ومن ذلك أول مظاهر التيسير في أداء شعائر الحج: أن يسر الله لك أن تقيم شعائر الحج. فانظر إلى الملايين، انظر إلى الأغنياء والمسرين، انظر إلى الأصحاء والقادرين الذين يبخلون بالمال ويظنون بصحة الأبدان ولا يقومون لله من الحجاج والمعتمرين. فأنت حين هداك الله وآواك الله واجتباك واصطفاك الله، فهذا من أوجه التيسير التي ينبغي أن تشكر الله تعالى عليه، أن جعلك من وفده ومن ضيوف بيته وحرمه. ثم بعد ذلك من أوجه التيسير، نعلم جميعا أنه من واجبات الإحرام التجرد، لكن إذا كان الإنسان مريضا أو خاف على نفسه أو لم يجد إزارا، فيمكنه أن يلبس ثوبا أو أن يلبس سروالا أو أن يلبس يعني ربما تبانا أو أن يلبس خلعة أو أن يلبس غير ذلك، ولا شيء عليه، يقدم فدية، فهذا من ألوان الرفق والتيسير. كذلك بالنسبة للمحرم من ألوان الرفق والتيسير، أجاز له الإسلام أن يغير ملابسه. تخيلوا أن إنسانا يحج مفردا ويبقى أسبوع أو 10 أيام بثياب إحرامه في هيئته تلك، كيف سيصبح؟ فهذا من ألوان فضل الله. كما أجاز شرعنا الحنيف للمحرم أن يغسل ثيابه بغير معطر، طبعا كما بينا، كما يجوز للمحرم أن يغتسل دون دلك أو ترفه. وقد حط الإسلام طواف القدوم وحكمه واجب، حطه عن الحائض، أسقطه عن الحائض تيسيرا، وأسقطه عن المريض تيسيرا، وأسقطه عن المراهق وهو الذي يأتي يوم 9 متأخراً لا يستطيع أن يطوف يتوجه مباشرة إلى عرفات. وهناك عدة أوجه للتيسير، ومن ذلك طواف الإنسان العاجز على كرسي متحرك أو على الأعناق مثلاً أو على دابة، فهذا جائز. وجوب الطواف على ساعياً على الأقدام هذا للصحيح، أما المريض فقد خفف الله تعالى عنه وجوز له أن يطوف راكبا. كذلك بالنسبة للوقوف على صعيد عرفات،
وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات وماذا قال؟ قال وقفت هاهنا وكل عرفة موقف، وكان يشير بعصا في يده صلى الله عليه وسلم. هذا من سعة رحمة الله، فكيف لو كان كل الحجاج مطالبون كلهم بالوقوف عند الصخرات؟ هذا أمر صعب وأمر عسير، فهذا من ألوان فضل الله وكرمه. وانظروا إلى ناحية أخرى من نواحي التيسير، وهي ليلة الوقوف بالمشعر الحرام، ليلة عشرة ذي الحجة. الأصل في الأمر والوجوب يقتضي المبيت بالمشعر الحرام، لكن ترخيصا وتيسيرا ورفقا بالنساء والضعفاء والسقاة والرعاة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن مكث جزءا من الليل أن يدفع إلى منى، وبذلك عند المالكية أقل الواجب ليلة تسع حط الرحال وتلك الأعمال المختصرة التي ذكرناها، فهذا من ألوان التيسير. كذلك من ألوان التيسير ساعة وقت رمي الجمرات، والحمد لله بفضل الله تعالى، لأنه الآن مع الاكتظاظ، مع يعني شدة الزحام، لو لم يكن هذا الفضل من الله تعالى واجتهادات العلماء واستنباطاتهم جزاهم الله خيرا لشق الأمر على المؤمنين. إذن ساعة وقت الرمي، سواء كان في رمي جمرة العقبة أو ساعة الرمي أيام التشريق، فهذا من ألوان التيسير ومن ألوان الرفق بالحجاج والمعتمرين. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عشر ذي الحجة، عن شيء من أعمال يوم النحر، وهي أربعة أعمال أذكركم، وهي رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يومها عن شيء قدم أو أخر عن موضعه، إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكذلك يا إخوة الإيمان، من لم يسعى سعيه بعد طواف القدوم، كأن حاضت امرأة أو كأن مرض رجل أو غير ذلك من الأسباب، أجاز الإسلام أن يتدارك هذا المؤمن هذا الركن من أركان الحج بعد طواف الإفاضة، فهذا من ألوان الرفق ومن ألوان السعة، كما نجده في سائر العبادات. من لم يقدر أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ومن لم يقدر أن يصلي جالسا فليصلي مستلقيا، ومن لم يقدر أن يصلي مستلقيا يصلي مضطجعا على شقه، يصلي برأسه، يصلي بعينيه. وكذلك من لم يقدر على مس الماء فإنه يتيمم. ديننا محاط بالرحمة، وديننا محاط بالرفق، وشريعتنا محاطة باليسر. نعم، هذا مبدأ ثابت. ولذلك اعلموا يا إخوة الإيمان أن الرفق واللين واليسر والأخذ بالأيسر للناس هو منهج قرآني، وهو منهج نبوي، وهو منهج العلماء الراسخين في العلم. أما المنع والتشدد والتشديد والتضييق ووضع الأصر على الناس، فهذا لا يحسنه إلا غير أهل العلم، إلا المتشددون والمتنطعون، والذين نسأل الله لهم الحكمة ونسأل الله لهم الهداية. ذكرت هذه الحصة يا إخوة الإيمان حتى تستشعروا فضل الله، وحتى لا تخافوا ولا تهابوا الحج. توكلوا على الله واعتمدوا على الله، واعلموا أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وورد ذلك في الحديث: وما فرض الله علينا الحج ولا الصلاة ولا الصيام ولا الجهاد، ما فرض هذه الواجبات ليعذبنا ولا ليرهقنا، إنما ليرقينا، إنما ليرفع درجاتنا، إنما ليجازينا بالحسنى عنده يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجعلوا شعاركم في هذه الرحلة يسروا ولا تعسروا على أنفسكم وعلى غيركم، بشروا ولا تنفروا،
وكونوا عباد الله إخوانا. هذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ضيوف الرحمن، بعد فضل الله تعالى فيما قدمناه لكم من الأحكام والشرائع والنصائح والتوصيات والآداب والسنن، رأيت بعونا من الله تعالى أن أتوج كل هذه الدروس بدرس سميته الحج وما بعده، لأننا كما صحبناكم في هذه الرحلة الإيمانية المباركة من بيوتكم حين خرجتم، وطفنا معكم في كل المواقف المباركة، فيحسن بنا أن نعود معكم إلى البيت وأن نقدم لكم النصح والإرشاد في البرنامج العملي الذي ستقيمون عليه باقي حياتكم. والله نسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحج وما بعده، نعم، يذهب الحجاج والمعتمرون وينقطعون عن الأهل والديار ويغيبون مدة زمنية، ويبذلون من أوقاتهم ومن صحة أبدانهم ومن أموالهم، ثم يعودون بعد ذلك. فبماذا يعودون يا ترى؟ ما تقديمنا لكل الدروس وما إشاراتنا لكثير من المعاني والحكم إلا لنساهم في إثراء الزاد المعرفي لدى حجيجنا الميامين، وإلا لنرتقي بالمستوى الذهني والإيماني والعقائدي. فإذا ذهب الحاج وعاد كما ذهب، لم يتغير منه شيء على مستوى علاقته بالله، وعلى مستوى أخلاقه وسلوكه، وعلى مستوى معاملته للناس، فبماذا انتفع هذا؟ بل اعلموا أن هذا من المؤشرات السلبية يا ضيوف الرحمن. المطلوب هو استقامة بعد الحج لا روغان بعدها. وبذلك اخترت أن أعنون لهذه الحصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الحج وما بعده. يا ضيوف الرحمن، أنتم تعلمون وستستشعرون هذا، أن الحج هو تربص إيماني مغلق وفرصة للمصالحة مع الله تعالى. فلا بد، أن يحدث الحج وإقامة شعائر الحج أن يحدث تحولاً في نفوسكم، وأن يحدث تغيراً في أخلاقكم وسلوكياتكم. ولذلك فإني أنبهكم إلى بعض المسائل. أولاً، في إطار علاقتكم بالله، هذا هو المستوى الأول، ماذا سيتغير؟ سل نفسك هذا السؤال. إن كنت من الذين ضيعوا الصلاة قبل الحج، أو إن كنت من الذين يجمعون الصلوات قبل الحج، أو إن كنت من الذين يأكلون الحرام ويخلفون العهد والموعد قبل الحج، فإياك عليك أن تراجع هذه الأمور كلها بعد الحج. لماذا؟ لأنك تبت صادقاً مع الله تعالى، ولأنك عاهدت الله تعالى. أنسيت تقبيلك للحجر الأسود؟ أنسيت استلامك للحجر الأسود؟ أنسيت إشارتك إلى الحجر الأسود؟ ألم تعلم أن الحجر الأسعد أو الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، وأن إشارتك تلك تعد عهداً مع الله، وعهد الله لا يراجع؟ أنسيت طوافك بالبيت وأنت تتشبه بالملائكة وتتشبه بالأنبياء والمرسلين؟ أنسيت دعاءك؟ أنسيت قراءتك؟ أنسيت ذكرك لله تعالى؟ لا تنس كل ذلك يا عبد الله، فاثبت على ما كنت عليه
من المحافظة على الصلوات في الجماعة في أوقاتها، من تلاوتك لكتاب الله تعالى، من ذكرك لله تعالى، من الدعاء، من حسن المعاملة لإخوانك المؤمنين. هذا في إطار علاقتك العمودية مع الله تعالى. وفي إطار العلاقة الأفقية أبدأ بالبعد العائلي. لابد أن تتغير في عائلتك يا أخ الإسلام، يا أختي الفاضلة، لابد أن تصبح هادئ المزاج، أن تصبح وأنت تتذكر وتستشعر تأدبك طيلة أيام وإقامتك لمناسك الحج والعمرة، فكن على ذلك في باقي الأيام. كن رفيقا، كن لينا، كن من الذين يستحسن الناس مخالطتهم ومجالستهم. ابتعد عن الجفاء، وابتعد عن الغلظة، وابتعد عن القسوة، وابتعد عن الصخب، وابتعد عن إذاية الزوجة أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات. كذلك في البعد المهني في علاقتك بزملائك، لابد أن يلمسوا تحولاً في حياتك، وهذا من مؤشرات قبول الحج، أن تكون بعد الحج سوياً مستقيماً. وتذكرون ما قاله أهل العلم في الحج المبرور: الحج المبرور هو ما سبقه بر، وخالطه بر، ولاحقه بر. بر بينك وبين الله، بينك وبين أهلك وعشيرتك، بينك وبين زملائك في العمل، بينك وبين الناس أجمعين في علاقاتك الاجتماعية. لابد أن يلمس الناس تحولاً وتغيراً في أخلاقك، في سلوكياتك. وإنما نراه من كثير من إخواننا الحجاج رجالاً ونساءً من العودة إلى الذنوب، ومن العودة إلى ترك الصلاة، ومن العودة إلى الغيبة والنميمة، ومن العودة إلى أكل الربا، ومن العودة إلى الكذب. كل ذلك من المؤشرات السلبية التي تدل على سوء الفهم، أن هذا الحاج لم يرتقي بفكره وبإحساسه وقلبه، بل لم يستفد من هذه الفرصة التاريخية. هذه فرصة تاريخية قد تعود وقد لا تعود، فاثبت على ما أنت عليه، وتذكر يوم طواف الوداع، وتذكر يوم طواف الإفاضة حين جاءك الملك ووضع كفه بين كتفيك وقال لك: يا عبد الله، اعمل فيما تستقبل، فقد غفر الله لك ما مضى. وأوصيكم يا حجاج بيت الله وصية أخ محب مشفق يرجو لكم الخير، ألا تقيموا حفلات العودة من الحج، وألا تقرنوا عودتكم ببعض المناسبات والاحتفالات كالختان وكالزيجات وكغيرها من الأفراح التي يختلط فيها الحابل بالنابل وتكثر فيها المحرمات، فكل ذلك منهي عنه، وهو من أسوأ ما يبدأ به الحاج صحائفه بعد عودته إلى بيته وذويه. فالأولى والأجدر بالحاج الذي أعاده الله سالماً غانماً أن يشكر الله تعالى على فضله، وأن يستعين بالله حتى يثبته على طاعة الله، حتى يثبته على صلاة الجماعة. فكما كنتم هناك تصلون الجماعة في المسجد، فصلوا الآن بعد عودتكم في المسجد. أين صلاة الصبح في الجماعة؟ أين صلاة العشاء في الجماعة؟ تذكروا عهدكم مع الله، تذكروا زيارتكم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكروا المدينة المنورة، تذكروا شهداء أحد الذين خلد الله ذكرهم ويزورهم الملايين كل عام، تذكروا أهل البقيع الكرام الأمجاد، تذكروا مآثر الصحابة الكرام، واعلموا أن من أحب قوما حشر معهم يوم القيامة. فأحبوا الأخيار، وأحبوا الأكارم، أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأحبوا الله تعالى قبل ذلك، وأحبوا الإسلام، وأحبوا الإيمان وأهله، وكونوا عباد الله إخوانا. أصدقوا يا إخوة الإيمان، أرجوكم بكل أخوة وبكل صدق أن تعملوا على الثبات على طاعة الله تعالى. فالإعراض والنكوص على الأعقاب بعد العودة من الحج من أسوأ المؤشرات. وفي خاتمة هذا الموضوع
يا إخوة الإيمان، فخذوا مني هذه الكلمات. الكلمة الأولى أقول لكم: أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وحبي لكم يزداد حين أقوم بخدمتكم. وهذا من ألوان فيض الله وعطائه، أن استعملنا واستخدمنا في خدمة ضيوفه الكرام، فلله الحمد ولله الشكر ولله المنة. وإني أرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لله تعالى، لا نبتغي به جزاءً ولا شكوراً، إنما نرجو من الله العلي القدير القبول وحسن الأجر والمثوبة لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا ومشائخنا ومن له فضل علينا بعد الله تعالى. كما أحملكم أمانة السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه الكريمين الجليلين، وأحملكم أمانة الدعاء، وأسأل الله العلي العظيم لكم جميعا دون استثناء أن يجعل حجكم حجا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وذنبكم ذنبا مغفورا، وتجارتكم رابحة لن تبور. وأسأله جل وعلا أن يكتب لكم التيسير أينما حللتم، وأن يكتب لكم السلامة والأمان أينما وقفتم، وأن يكلأكم بعنايته، وأن يحرسكم بعينه التي لا تنام، وأن يحفظكم بركنه الذي لا يضام، وأن يعيدكم إلى أهلكم وذويكم سالمين غانمين. واسمحوا لي يا أحبتي في الله أن أتلو على مسامعكم هذه الآيات الكريمة من سورة الحج، لتكون حسن الختام لهذه الدروس المباركة. يقول ربنا جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي حفظ الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.